قاضية نبال الشبل من العراق، حضرت لهذا المؤتمر لأنه أنا إحدى عضوات البورد للشبكة القانونية النساء العربيات. بالنسبة للمؤتمر جيد جدا بمواضيع مختلفة ومتعددة، بس هناك موضوع صعب يعني ممكن أتكلم به بصراحة، أنه أنا شخصيا أصبت بخيبة أمل في الجلسة السابقة، لأن كان هناك أسئلة وطروحات على وضعية المرأة، على حقوق المرأة، لم تلاقي أي إجابة. وبالنسبة للمواضيع المطروحة لم تذكر المرأة بأي صورة من الصور، وهذا شيء يعني محزن.